بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. مع بداية كل عام جديد سيظل النادي الأهلي هو قلعة الرياضة والوطنية، سيظل النادي الأهلي منظومة رياضية متكاملة، سيظل النادي الأهلي منظومة احترافية. الأهلي هو فخر لكل الأهلوية، الأهلي كيان عظيم برموزه وبجماهيره. جماهيره هذه الجماهير العظيمة العاشقة للكيان، جماهيره السند واللاعب رقم واحد، جماهيره هي سر بطولاته. فالأهلي هو عشق السنين ومصدر الإلهام والسعادة اللي شعاره دايما تاريخ مبادئ وتطوير. تمر الأيام ويبقى الأهلي دائما فوق الجميع. في حاجة وأماكن ومعارف بيروحوا نسيانهم سهل، والفرق في حبنا للأهلي إنه في نفس غلاوة الأهلي. اسأل على الأهلي وبطولاته هيقول لك وسع للقطر، وكفاية على الأهلي الأهلي في دم اللي حلو.